السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الآن سوف نأتي هنا على مجلد اليوتيلز ونقوم بإنشاء فايل جديد ونسميه environment.js. إذا عندما نقوم بالاشتغال هنا على جالب جي اس، طبعا سوف يكون لدينا two modes، سوف يكون لدينا وضع التطوير ووضع الإنتاج. إذا يمكن في وضع التطوير أننا نقوم بإضافة بعض الـ configuration الأخرى، لهذا نقوم بتحديد ما هي الـ environment التي نقوم بالعمل عليها. إذا هنا في الـ environment سوف نقوم بإنشاء أو الـ env.js، نقوم بإنشاء متغير جديد نسميه node environment. إذا ما الذي يساويه هنا في النود جي اس لكي نحصل على المتغيرات من البيئة؟ إذا لدينا process.env وهنا لدينا مثلا النود environment، وطبعا إذا لم يكن هناك نود environment فالقيمة الافتراضية سوف تكون development. وأيضا سوف نقوم بإنشاء متغير آخر نسميه is dev. هنا نحن نريد التأكد هل نحن في وضع التطوير أم لا. إذا كنا في وضع التطوير طبعا سوف تختلف كما قلنا بعض الكونفيجريشن التي سنقوم بإعدادها لاحقا. إذا هنا في الـ is dev هنا يمكن أن نتحقق هل الـ node environment يساوي development. إذا سوف يرجع لنا إما true أو إما false، وبعدها نقوم بعمل module.exports لكل من الـ node env وأيضا الـ is dev. الآن سوف نأتي هنا في التاسك، نقوم بإنشاء تاسك جديد نسميه messages.js. إذا هنا سوف نحتاج أننا نقوم بعمل require للجيوتيل. إذا سوف يكون لدينا جيوتيل، إذا gulp util، وأيضا سوف نحتاج إلى الـ node environment الموجودة هنا. إذا سوف نحصل على الـ node environment، نعمل require. إذا سوف نخرج من مجلد التاسك، أو نخرج طبعا من مجلد التاسكس. إذا ونأتي على الـ utils، وبعدها نأتي على الملف env بهذا الشكل. الآن هنا سنقوم بإنشاء تاسك جديدة، إذا نسميها مثلا starter message. هنا لدينا الدون، لا ننسى في النهاية المنادات على الدون. أيضا نقوم بعمل module.exports للـ starter message. إذا هنا في الـ starter message نريد فقط أن نقوم بالطباعة. إذا لدينا الـ util ثم لدينا الـ look، أيضا نستخدم مرة أخرى جيوتيل، ثم لدينا colors، ثم لدينا الباكراوند بلو، ونقوم بطباعة المسج مثلا starting gulp.js، ومثلا starting، إذا نستخدم هذه الطريقة. إذا سوف نستخدم الباكتيك هنا. هنا نعمل دولار ساين ثم الكيرلي بريسس. هنا نستطيع أن نقوم بطباعة النود انفايرمنت. إذا هنا سوف نعمل بهذا الشكل، إذا starting in mode development مثلا، أو عفوا مثلا development mode، أو مثلا production mode. إذا هذه هي التاسكس، يعني تاسكس بسيطة جدا. الآن سنقوم ب استخدامها. نأتي هنا على الـ develop. إذا هنا في الـ develop سنقوم بعمل const للـ starter message، سيكون لدينا إذا require، وهنا سوف يكون لدينا messages. إذا أين سنقوم بتشغيل الـ starter messages؟ هي أول شيء سوف يتم تنفيذه، إذا سنقوم بكتابتها هنا. إذا لدينا هنا starter messages، نتأكد. إذا نعمل gulp minus t من جديد حتى نرى هل تم إضافة لنا التاسك أم لا. إذا لدينا هنا هذا التاسك. الآن هنا لو نقوم بعمل gulp ثم نعمل develop، نلاحظ ما الذي يحدث.
طبعا سوف يتم عمل لنا سيرفين، لا مشكلة. إذا نلاحظ هنا لدينا هذا الستارتر مسج، إذا ستارتين إن ديفلوبمنت مود، نلاحظ نحن الآن في الديفلوبمنت مود، إذا سوف يتم تطبيق لنا جملة من الكونفيجريشن، وأيضا يمكن أن نقوم بتحديد بأننا نشتغل على البرودكشن مود. هنا مثلا سوف يتم عمل لنا بعض الكونفيجريشن التي تقوم مثلا بعمل لنا ميني فايل للملفات، مثلا ميني فايل للصور، وهذه الأمور التي يمكن أن نقوم بعملها في البرودكشن مود حتى نحصل على حجم مشروع صغير فقط من أجل الأداء أو البرفورمانس. إذا هنا لو نعمل export node environment ونقوم بتحديدها production، إذا production الآن هنا إذا أردت أن نقوم بطباعة قيمة النود environment يمكن أن نكتب هنا echo ونكتب هنا node environment. إذا كما نلاحظ نحن الآن في البرودكشن، المفروض عندما نقوم بعمل جلب ديفلوبمنت سنشتغل على وضع التطوير. إذا كما نلاحظ هنا starting in production mode، وبعدها سوف يتم تطبيق لنا جملة من الكونفيجريشن الأخرى. إذا نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.